تراجعت أسعار النفط الخام بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة في النفط في الأسواق، أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ حزيران 2014. وانخفض سعر خام برنت إلى 42 دولارا و84 سنتا للبرميل، فيما لم يتجاوز سعر الخام الأمريكي 39 دولارا و58 سنتا للبرميل، وهذا ما يجعل سعر كل من الخامين القياسيين قرب أدنى مستوى له لعام 2015.